مرحبا، أنا أيوب عبد الله المرزوقي، الرئيس التنفيذي للابتكار وزارة الموارد البشرية والتوطين. أنا وأعضاء فريقي سعداء أن نقدم إليكم مشروعنا المبتكر منصة مشاريع شباب الإمارات، والذي كنا نعمل عليه خلال برنامج دبلوم الابتكار. هل تريد أن تشارك في التنمية الوطنية لدولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة؟ هل تود أن تساهم في تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ووضع الحلول للتحديات التي تواجهها الجهات المختلفة؟ منصة مشاريع شباب الإمارات منصة متكاملة ومبتكرة، تمثل حلقة الوصل المباشرة بين الجهات الحكومية والخاصة وطلبة الجامعات أثناء فترة الأبحاث الجامعية. تتمكن الجهات المختلفة من طرح تحدياتها ومتطلباتها لمشاريعها التطويرية ومبادراتها المختلفة، ويقوم على إثرها الطلاب بتطوير حلول ناجحة ومبتكرة لمواجهة هذه التحديات والمبادرات التطويرية. فلنشارك سوياً لوضع دولتنا على خريطة الدول الرائدة عالمياً في مجال الابتكار الحكومي.